بعدما ضربت موجة الغلاء مختلف الأسعار داخل الوطن لعديد الأسباب وعلى رأسها المضاربة، يتساءل المواطن اليوم وبخوف شديد، أي منطق ستسير به السوق في شهر رمضان المقبل؟ رمضان 2018 سيكون الأول عقب منع الاستيراد، فهل سينجح المنتوج المحلي في تغطية حاجيات السوق وبأي مستوى للأسعار؟ كل هذه عوامل تضاف إلى الزيادات العشوائية المألوفة، ما يرجح كفة الوصول إلى مستويات قياسية من ناحية الأسعار. نحن لا نخفي أنه لدينا يعني بعض الهواجس، خاصة من ناحية وفرة المنتوج، ولا سيما أنه هنالك بطاقية للمواد الغذائية التي هي محظورة من الاستيراد والتي يتم استهلاكها في شهر رمضان المعظم. كما أنه هنالك بعض الهواجس فيما يخص مادة أساسية، مادة الحليب. لابد من وضع آليات ضبط حتى تكون هذه التطمينات مجسدة في أرض الواقع. وعلى النقيض من هذا، يتفاءل البعض بقدرة تحقيق المنتجين في الداخل التوازن داخل السوق في الشهر الكريم، تفاؤل حذر لكن قد يتحقق حسبهم. الصبح خير، لأن تكون المواد موجودة في السوق وتكون بكثرة، وعندما يعني تكون المواد بكثرة بطبيعة الحال السعر يكون منخفض، لأن السوق اليوم هو بمثابة العرض والطلب. هذه المخاوف تنمو غير بعيد عن تحركات وزارة التجارة الأخيرة التي أصدرت بيانا تطمينيا تعهدت فيه بمراقبة عمليات التموين وباقي حلقات السلسلة التجارية، لكن السوق وفي تجارب عديدة أثبتت أنها لا تعترف بمنطق البيانات، تعترف فقط بالإجراءات الميدانية والرقابة الحقيقية.